الآلية التي تتعرض لموضوع حضور التصوف، ونتساءل عن هذا الحضور لا فيما يخص جانب هل هو موجود، وكذلك فيما يخص إرادة في الواقع لاستكشاف وتنبيه إلى أهمية هذا الحضور، ولكن ربما يجري أن ندرك ذلك تماما. فالتصوف هو حاضر عبر التاريخ منذ قرون، وأعطى إفرازات ونتاج كبير في المجالات الأدبية والشعرية والفنية وفلسفة الحياة والقيام والسلوكات وما إلى ذلك، ولكن ربما لا نعي بهذا النسيج ككل، كشيء متكامل موجود ويتجدد كذلك عبر العصور. وهذا هو ما نعتقده يكون روح الحضارة الإسلامية التي عندها تلك القدرة على التجديد والإبداع المستمر. وهذا ما سنحاول أن نبينه في هذا اللقاء إن شاء الله في تجليته وتوجيهاته الموضوعاتية من لقاءات فكرية في المدرسة اللبنانية بمواد مختلفة مثل التصوف كنموذج حضاري أو القيم الروحية وحقوق الإنسان أو التصوف في صيغة المؤنث وما إلى ذلك، وطبعا حل الأمسيات الكبرى للطرق الصوفية التي تكون في كل ليلة في داخل الأسبوع في جنان السبيل، والأمسيات الفنية التي ستبتدئ في هذه الأمسيات للسبت 20 أكتوبر، اللي غتكون واحد التكريم واحد الإهداء للنساء الصوفية. من اشعار صوفيه محضه، لعل وعسى نمشيو عليها او نمشيو غير على واحد منها، وهذا هذا هذا يعني هذا واحد الشيء اللي هو المفروض علينا اننا نعتمدوا عليه. وكذلك اعتمدنا في هذا البرنامج على اننا نوثقوا نبرات غرناطيه، نبرات اندلسيه طرب يعني بامتياز، وكذلك تراث بامتياز. فادعو الله ان هذا العرض يكون راقكم إلى فرصة أخرى إن شاء الله بحول الله. محمد بقالي مؤسسة المجموعة النسائية للحضرة الشعبية، فكنشكر الجمعية على هذا الثقافة الصوفية اللي تفاس معنا سيدنا بالدور سيدنا زشق قلي على هذه الاستضافة الطيبة، وخاصة في هذا الافتتاح الكريم. قدمنا الحمد لله وصلات من فن الحضرة الشعبية متنوعة ومتعددة الألوان والأشعار الحمد لله، وكنشكر الجمهور والحضور اللي تجاوبوا معنا هذا الافتتاح، وهذا الافتتاح كان يعتبر تشجيع للمرأة
المغربية، لأن كان هدفنا هو إبراز صوت المرأة المغربية في الإنشاد الصوفي، لأن الإنشاد الصوفي كان محتكر على الرجال، وحنا اليوم فرحانين أن الفرقة النسائية كتمثل الحمد لله المغرب في هذه المناسبات، هذه المهرجانات سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. فالحمد لله هذا هو هدفنا، هو أن إشعاع المرأة المغربية في الإنشاد الصوفي وتشجيع المرأة المغربية في الإنشاد الصوفي. واليوم الحمد لله هذا المهرجان للثقافة الصوفية معروف بالطرق المختلفة، فالطريقة لأنها كانت من الفن الحضرة الشيخشونية، فهي طريقة من الإنشاد الصوفي، وهذه الطريقة نبعت من الزاوية البقالية الموجودة بإقليم شيخشاون في القرن، تأسست هذه الزاوية في القرن العاشر الهجري، فكان هذا النمط مفتكر على الرجال في هواء الطاق والنساء في البيوت. فإحنا هدفنا هو أن يخرج هذا النمط ونقدمه في واحد الصورة مشرفة على المستوى الموسيقي والشعر بصوت المرأة طبعا، ويكون دائما المرأة معروفة، كانت من قبل بأن المرأة في الفراق الصوفية هي المرأة للمجموعات اللي كتنورس الأعراس والبيوت، فإحنا بغينا نخرجوه من الحقل الثقافي كمهرجانات نمثلوا به المغرب في أكبر مهرجانات الحمد لله دولية اللي اعتزنا بها سواء في آسيا ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الخليج. فإحنا الحمد لله دائما المجموعة ديالنا اللي هي مغربية نسائية 100% اللي كيكونوا مبرمجين مع الفرق على المستوى العالمي ديال الرجال في الإنشاد الصوفي، إلا الفرقة المغربية مجموعة رحوم بقالي الحضرة الشيخشاونية فقط هي نسائية 100%، وهذا الشيء كنعتز به، لأن الحمد لله المرأة الآن حضرة في كل مجال، فاليوم حضرة في الإنشاد الصوفي. ألف شكر للحضور، وألف شكر لمدينة فاس، وألف شكر لهذا المهرجان وهذا الفرصة السعيدة لهذا الافتتاح اللي هو كان الحمد لله متنوع في الطرق المختلفة، وقدمنا فيه وصلت من الحضرة الشيخشاونية في متعددة الأمغام، قدمنا وصلت من الغريبة الحسين، ووصلت من الحجاز الجبلي والحجاز الكبير والراس، والحمد لله كانت هذه الليلة مباركة. وألف شكر للحضور الكريم وللضيوف اللي شرفوا مدينة فاس، وكنتمنى استمراريا هذا المهرجان المزيد من التألق والإشعاع. ألف شكر لهذا المهرجان، ألف شكر. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.